السلام عليكم، معكم حميد ايكونوميست. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا في الشرح ديال الماده ديال ليكونومي جينيرال. من بعد ما شفنا لا بوليتيك ايكونوميك ولا بوليتيك مونيتير، دابا غادي نشوفوا لا بوليتيك بيدجيتير. حاولوا تركزوا معايا مزيان في هذا الدرس هذا، حقاش كتكون عليه بين جوج وجوج ونصف الوطني. دونك ركزوا معايا مزيان، غادي نبداو بالديفينيسيون ديال لا بوليتيك بيدجيتير. دونك شنو هي لا بوليتيك بيدجيتير؟ سي لونسومبل دي زاكسيون دي ديسيزيون بريز بار ليتا افان دو كونترولي لو بيدجي. يعني دونك شنو هي لا بوليتيك بيدجيتير؟ هي واحد السياسه كتنهجها الدوله تتبغي تكونترولي بها ديك الميزانيه ديالها. دونك هي واحد السياسه كتنهجها الدوله تتكونترولي بها ديك الميزانيه ديالها. دونك من الديفينيسيون كنستنتجوا واحد العلاقه ان بالنسبه للبيدجي كتساوي الغوسات مول لي ديبونس. يعني الدوله فاش كتبغي تحسب الميزانيه ديالها كتاخذ دوك المداخيل ديالها كتنقص من المصاريف. دونك اول سؤال كيعطوكم في الوطني هو تيقول لك حسب لي هذا. دونك تيقول لك حسب لي لو سولد اوردينير، هذا دونك تتحسب لو سولد اوردينير. دونك بالنسبه باش نحسب انا السولد اوردينير ولا نحسب السولد اكسيبسيونيل ولا نحسب السولد بيدجي جينيرال، ضروري خصني بعدا نعرف هاد لي غوسات من اش يتكونوا ولا ديبونس من اش يتكونوا. بالنسبه لي غوسات دونك فيهم لي غوسات اوردينير ولي غوسات اكسيبسيونيل. شنو هما لي غوسات اوردينير؟ هما واحد المداخيل كتدخلهم الدوله بصفه منتظمه، يعني كل شهر كتدخلهم ولا كل عام. دونك بحالاش هما لي غوسات فيسكال ولي غوسات نون فيسكال. يعني الا بغيت نحسب نهار الوطني لي غوسات اوردينير غنمشي نجمع لي غوسات فيسكال ونجمع ونزيد عليهم لي غوسات نون فيسكال. هادو كيتعطوك محسوبين في الامتحان، غتجمع دير هذا زايد هذا غتعطيك لي غوسات اوردينير. كاين عندي لي غوسات اكسيبسيونيل. شنو هما لي غوسات اكسيبسيونيل؟ هما واحد المداخيل ولكن اكسيبسيونيل يعني نون كورونت، مره كتدخلهم الدوله. بحالاش بحال لي زونبخون، يعني فاش كتسلف الدوله راه مره كتسلف الدوله. يعني الا بغيت نحسب الغوسيت اوردينير غنمشي نجمع لي غوسيت فيسكال بلس لي غوسيت نون فيسكال. وبالنسبه لي غوسيت اكسيبسيونيل الا بغيت نعرف لي غوسيت اكسيبسيونيل ديال الدوله شحال فيهم غادي نمشيو نشوف المونطون ديال لي زونبرون. دونك راه كنظن واضحه العلاقه. بالنسبه لي ديبونس فيهم لي ديبونس اوردينير ولي ديبونس اكسيبسيونيل. شنو هما لي ديبونس اوردينير؟ لي ديبونس اوردينير هما واحد المداخيل، هما واحد المصاريف باردون كتخرجهم الدوله ولكن بصفه منتظمه. بحالاش؟ بحال لي ديبونس دو فونكسيونمون و لي ديت. دونك يعني شنو هما لي ديبونس فونكسيونمون؟ هما دوك دوك الفلوس اللي كتخسر الدوله على الخدامه ديالها. دونك هادوك كيتسمو لي ديبونس دو فونكسيونمون ولا لي ديت. يعني الدوله فاش كتكون مسلفه شي حاجه راه خاصها تبقى كل مره تغومبورسي ديك الديت ولا دوك لي زانتيغي. دونك يعني بحال مثلا انت مشيتي تسلفتي مثلا خديتي كريدي من البنكه، راك غادي تبقى من شهر لشهر تخلص داك ديك الديت اللي خديتي. وعندي لي ديبونس اكسيبسيونيل. شنو هما لي ديبونس اكسيبسيونيل؟ هما لي ديبونس دانفيستيسمون. دونك شنو هما لي ديبونس اكسيبسيونيل؟ هما واحد المصاريف كتخسرهم الدوله ولكن مره بحالاش؟ بحال الاستثمارات اللي كدير الدوله. دونك من هنا من بعد ما شفنا لي غوسات ولي ديبونس من اش يتكونوا، دابا غادي ندوزو نشوفو كيفاش كيتحسب السولد اوردينير. يعني بالنسبة إلا بغيت نحسب السولد اوردينير، دونك شنو كندير؟ دونك إلا بغيت نحسب السولد اوردينير، كناخد لي غوسات اوردينير، كنقص منهم لي ديبونس اوردينير. دونك كناخد لي غوسات اوردينير، حنا عارفين أن بالنسبة لي غوسات اوردينير، فيهم لي غوسات فيسكال بلوس لي غوسات نون فيسكال. وبالنسبة لي ديبونس اوردينير، شوفو معايا، شنو فيهم قلنا في لي ديبونس اوردينير؟ هاهما لي ديبونس اوردينير، قلنا فيهم لي ديبونس دو فونكسيونمون بلوس لي ديت. ولكن هاد لي ديت كناخذ غير لي زانتيغي سوغ لي ديت. ردوا معايا البال مزيان، راه هذا هو اللي كيتحط لكم في الامتحان، هو السولد اوردينير. الا بغيت نحسب السولد اوردينير كناخذ لي غوسيت فيسكال بلوس لي غوسيت نون فيسكال كنحطهم هنا وكنقص منهم اشنو؟ لي ديبونس اوردينير. يعني كنقص لي ديبونس فونكسيونمون بلوس لي زانتيغي. دونك غادي نوريكم واحد المثال باش تفهموا معايا اكثر. شوفوا معايا هنا، دونك هذا واحد ليكزومبل بسيط. عندي هنا في لي غوسيت فيسكال 180، عندي في لي غوسيت نون فيسكال 40، عندي في لي ديبونس دو فونكسيونمون 200، لي ديت عطاوني فيهم 80، ولكن تيقول لك بين قوسين ان بين هاد 80 ديال الكريدي اللي كنتي خديتي 30 اللي كاين لي كوم انتيغي. دونك يعني الا بغيت نحسب السولد اوردينير شنو غندير؟ نطبق العلاقه غوسيت اوردينير موا ديبونس اوردينير. بالنسبه لي غوسيت اوردينير قلنا هما الفيسكال بلوس نون فيسكال، يعني هاد الجوج هادو ها هما غنقص منهم شنو؟ غنقص منهم لي ديبونس اوردينير. لي ديبونس اوردينير قلنا شنو فيهم؟ فيهم لي ديبونس فونكسيونمون هاي 200 بلوس هنا ما غناخدش لي ديت، غناخد لي زانتيغي بوحدهم. دونك غناخد غير 30 وغادي نحسب ان السولد اوردينير غادي نلقاه موان 10. واش فهمتوا معايا؟ دونك يعني بالنسبه الى بغيت نحسب السولد اوردينير كنجمع لي غوسيت فيسكال بلوس لي غوسيت نون فيسكال وكنقص منهم لي ديبونس فونكسيونمون بلوس لي زانتيغي على دوك لي ديت اللي كتواخد. دونك الى بغيت نحسب السولد اكسيبسيونيل، دونك هذا قليل فين تيكون عندكم في امتحان ولكن دونك تعرفوه وصافي. بالنسبه للسولد اكسيبسيونيل الا بغيت نحسبو كناخذ لي غوسيت اكسيبسيونيل كنقص منهم لي ديبونس اكسيبسيونيل. قلنا بالنسبه لي غوسيت اكسيبسيونيل شنو فيهم؟
كنا لي غوسيت اكسبسيونيل هما لي زونبران بحال كناخذ لي زونبران كنقص منهم لي ديبونس اكسبسيونيل هما لانفيستيسمون بحال كناخذ لونبران كنقص منو لانفيستيسمون كيعطيني سولد اكسبسيونيل دونك من بعد في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله راه ضروري فاش كتحسب واحد السولد اوردينير ضروري خصك دير لي واحد الكومونتير هذاك الكومونتير غادي نديرو في الفيديو في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله دونك بالنسبه للسولد ديال البيدجي جينيرال الا بغيت نحسب السولد ديال البيدجي جينيرال هذا ساهل شنو كندير كناخذ لي غوسيت كاملين كنقص منهم لي ديبونس كاملين بحال كناخذ دونك بحال كناخذ هادشي كامل كنقص منهم هادشي كامل دونك ردوا معايا البال مزيان هاد السولد اوردينير كيفاش كيتحسب غادي نعاود بالنسبه للسولد اوردينير كناخذ غوسيت فيسكال بلس لو غوسيت نو فيسكال كنجمعهم في التمرين كنحطهم هنا وكنقص منهم لي ديبونس اوردينير بالنسبه لي ديبونس اوردينير غنهز لي ديبونس فونكسيونمون كاملين كما معطيني في التمرين ولكن بالنسبه لي ذات غناخذ غير لي زانتيغي دونك هنا كنظن بالنسبه يعني دونك هذا اول سؤال كتلقاو في الوطني هو تيقول لك حسب لي هاد السولد اوردينير دونك ردوا معايا البال دونك هذا غادي ندوزو لواحد الحاجه اللي مهمه في لا بوليتيك بيدجيتار اللي هما كيتسموا لي زاكسيون دو لا بوليتيك بيدجيتار يعني شنو هما لي زاكسيون دو لا بوليتيك بيدجيتار هما دوك الوسائل اللي كدير الدوله باش تنقص من داك العجز اللي عندها في الميزانيه دونك دابا حنا غندخلو شويه للدرس يعني غنتعمقوا شويه في الدرس دونك نكملوا دونك بالنسبه للبيدجي قلنا في الاول ان بالنسبه للبيدجي اش كتساوي لي غوسيت مو لي ديبونس يعني دونك الدوله فاش كتبغي تحسب الميزانيه ديالها شنو كدير دونك كتاخذ لي غوسيت كتنقص منهم لي ديبونس يعني كتاخذ المداخل ديالها كاملين كتنقص منهم المصاريف ديالها كاملين الا خرج ليها هذا الفرق موجب هنا كنهضر على ان اكسيدون بيدجيتا يعني فائض في الميزانيه شنو هو فائض في الميزانيه يعني انت كتدخل اكثر ما كتخرج يعني دونك الا حسبتي هذا الفرق هذا وعطاك بلس دونك عندك ان اكسيدون انا مثلا دخلت 50 درهم في النهار وخسرت 20 درهم بقات لي 30 درهم فائض شنو هي الحاله الثانيه دونك يعني لي غوسيت مو لي ديبونس الا حسبتي معطي ولقيتيهم سالب يعني عطاك واحد العدد سالب هنا كنهضر على ان ديفيسيت دونك بيدجيتا يعني شنو هو ان ديفيسيت بيدجيتا عجز في الميزانيه وشنو كنقصد بعجز في الميزانيه يعني ان انت كتخرج اكثر ما كتدخل يعني ان لي ديبونس ديالك اكثر من لي غوسيت انا مثلا دخلت 50 درهم في النهار ولكن خسرت 100 درهم دونك هنا عندي انا عجز ديال 50 درهم يعني بالنسبه لا سيتياسيون اللي عند الدوله في الميزانيه هي هذه يعني شي بالنسبه للدوله حنا في المغرب عندنا ها هي لا سيتياسيون اللي عندنا يعني الدوله كتخرج اكثر ما كتدخل هذه هي لا سيتياسيون اللي عندنا حنا في المغرب يعني ان حنا ما عندناش ان اكسيدون بيدجيتا ولكن عندنا ان ديفيسيت بيدجيتا الدوله فاش كتشوف ان عندها واحد العجز في الميزانيه راه ما كتبقاش تشوف هذاك العجز ما كتبقاش تفرج في هذاك العجز ضروري خصك دير شي وسائل باش تنقص من داك العجز فهمتوا معايا ولا لا يعني دونك الدوله فاش كتشوف ان الميزانيه ديالها فيها عجز الدوله كتشوف ان الدوله كتخرج اكثر ما كتدخل هنا ضروري خاصها تنهج واحد السياسه وهذا هو الدور ديال لا بوليتيك بيدجيتا حاولوا تفهموا معايا يعني شنو هو الدور ديال لا بوليتيك بيدجيتا هي واحد السياسه كتنهجها الدوله تتكونترولي بها الميزانيه وشنو كنقصد بكونترولي لو بيدجي هي ريدوير لو ديفيسيت بيدجيتا يعني كاين الدور ديال لا بوليتيك بيدجيتا هي كتجي باش تنقص ليا من هذاك العجز اللي عندها في الميزانيه دونك غادي نعاود دونك قلنا بالنسبه لا سيتياسيون اللي عند الدوله ان الدوله عندنا حنا عندنا ان ديفيسيت بيدجيتا دونك شنو كنقصد بان ديفيسيت بيدجيتا يعني ان لي ديبونس كبر من لي غوسيت يعني ان الدوله المصاريف ديالها كثار من المداخل ديالها دونك يعني هنا هذه لا سيتياسيون كما قلت لكم بالنسبه للدوله فاش يكون عندها واحد العجز في الميزانيه راه ضروري خصها تدخل دونك شنو كدير كتدخل بشي حوايج كيتسموا لي زاكسيون دونك شنو هما لي زاكسيون هما واحد الوسائل كتدخل بهم الدوله باش كتبغي تنقص من هذاك العجز اللي عندها في الميزانيه فهموا معايا شنو هما لي زاكسيون دو لا بوليتيك بيدجيتا لي زاكسيون دو لا بوليتيك بيدجيتا هما دوك الوسائل اللي كتستعمل الدوله باش تنقص من هذاك العجز اللي عندك في الميزانيه حنا بالنسبه للميزانيه ديالنا راه عندنا عجز العجز ما عمرو كيحيد غير كينقص يعني دونك عندي ان ديفيسيت بيدجيتا بور ريدوير سو ديفيسيت ليطا يتيوليز سكون نابيل لي زانستخيمون يعني شنو هما لي زانستخيمون لي زانستخيمون هما واحد الوسائل كدير الدوله باش كتنقص من هذاك العجز اللي عندها في الميزانيه يعني شنو هما لي زانستخيمون ولا لي زاكسيون اللي كدير الدوله كدير اكسون سوغ لي ديبونس اكسون سوغ لي غوسيت اكسون سوغ لي ديبونس دابا شنو كنا حنا حنا عندنا عجز في الميزانيه يعني ان لي ديبونس كبر من لي غوسيت انا باش ينقص ليا العجز ديالي شنو كندير خاصني نرجع لي غوسيت كبر من لي ديبونس خاصني نقلب المعادله وانا الدوله شي الدوله الطريقه الوحيده اللي عندها باش تزيد في المداخل ديالها هي تزيد في الضرائب
عقلوا معايا. دونك يعني لي زاكسون لي كد اكسون سوغ لي روسيت هي لوغمونطاسيون دي زامبون. يعني الدوله الا بغات تنقص من العجز اللي عندها في الميزانيه شنو خاصها دير؟ خاصها تزيد في المداخيل ديالها وتنقص من المصاريف ديالها. ولا بغات تزيد في المداخيل ديالها دونك خاصها تزيد في الضرائب. ولا بغات تنقص من المصاريف ديالها شنو كدير؟ كتنقص من جوج حوايج، كتنقص من لانفيستيسمون يعني كتنقص من الاستثمار، وكتنقص من لي شارج دو كومبونساسيون. شنو هما لي شارج دو كومبونساسيون؟ هما دوك المصاريف اللي مرتبطين بصندوق المقاصه. انا غادي نشرح لكم هذه في واحد الشيما. دابا نتوما اللي تفهموا معايا ان الدوله باش تنقص من هذاك العجز اللي عندها في الميزانيه كتستعمل سكون ابيل لي زاكسون. كيما في لا بوليتيك مونيتير شفنا لي زاكسون دو لا بوليتيك مونيتير، حتى هنا في لا بوليتيك بيدجيتير حتى الدوله فاش كتبغي تنقص من هذاك العجز كتستعمل دي زاكسون. دونك عندها دي زاكسون سوغ لي روسيت وعندها اكسون سوغ لي ديبونس. الدوله الا بغات تنقص من العجز خاصها تزيد في الضرائب، وخاصها تنقص من لي زانفيستيسمون، وتنقص لي شارج دو كومبونساسيون. دونك نشرح لكم هاد لي شارج دو كومبونساسيون باش ما تلقاوهاش في الامتحان. دونك بالنسبه لي شارج دو كومبونساسيون شنو كنقصد بلي شارج دو كومبونساسيون؟ دونك بالنسبه لي شارج دو كومبونساسيون باردون غنشرح لكم العلاقه ديالهم بالدرس. هنا عندي البيدجي ديال الدوله، هنا عندي البيدجي ديال ليطا، هنا عندي لا. دونك شنو هو لا كاس دو كومبونساسيون؟ هو صندوق المقاصه. وهنا عندي لي بري، راه كاينه علاقه دونك بين الانفلاسيون والدرس ديالنا. دابا شنو هما لي شارج دو كومبونساسيون؟ هما دوك المصاريف اللي مرتبطين بصندوق المقاصه. دونك شنو هو صندوق المقاصه؟ هو صندوق الدعم، هو واحد الصندوق كتخصو الدوله وشنو كدير به؟ كيدعم لينا دوك لي ماتيير دو بروميير نيسيسيتي بحال مثلا الزيت، اتاي، البوطه، راه كيدعمهم صندوق المقاصه. وهذيك الفلوس اللي انا كنحط في صندوق المقاصه راه كنجيبو من الميزانيه ديال الدوله. يعني الدوله الا بغات لي بري يكونوا هابطين شنو خاصها دير؟ خاصها تحط في الصندوق، وباش تحط في الصندوق خاصها تهز من الميزانيه. دابا تخيلوا معايا دونك حنا شنو كنديروا دابا؟ كنصلحوا في الميزانيه ديالنا. دونك حنا بغينا نقصوا من هذا العجز. دونك الا بغينا نقصوا من هذا العجز راه خاصنا نزيدوا في المداخيل ونقصوا من المصاريف. دونك الا بغينا نزيدوا في المداخيل كنزيدوا في لي زامبون، ولا بغينا نقصوا من المصاريف شنو كنديروا؟ كنحبسوا الدعم على صندوق المقاصه. يعني دونك الا بغيت انا لي شارج دو كومبونساسيون ديالي يهبطوا راه الصندوق غادي يخوى، ولا خوى الصندوق غادي تولي عندي انفلاسيون. ولكن هذا ماشي اوبجيكتيف بالنسبه للدوله. يعني بالنسبه للدوله فاش كتكون تتبغي تصلح الميزانيه ديالها شنو كدير؟ خاصها تهبط من لي شارج دو كومبونساسيون، يعني خاصها تحبس الدعم على صندوق المقاصه. غادي نعاود. دونك شنو هما لي زاكسون؟ لي زاكسون هما واحد الوسائل كديرهم الدوله باش كتبغي تنقص من داك العجز اللي عندها في الميزانيه. والدوله الا بغات تنقص من العجز اللي عندها في الميزانيه شنو خاصها دير؟ خاصها تزيد في الضرائب، وخاصها تحبط من لي زانفيستيسمون، وتحبس الدعم على صندوق المقاصه. شي دوله الا زادت في الضرائب وما بقاتش كتستثمر وحبسات الدعم على صندوق المقاصه، هنا اوتوماتيكمون عرف ان لو ديفيسيت بيدجيتير غادي يهبط. وهذا هو لوبجيكتيف ديال الدوله من هاد لي زاكسون، هو تهبط من الديفيسيت بيدجيتير. دابا غادي نشوفوا واحد الكا ان تقدر تحسب انت واحد صوب اوردينير يقدر يعطيك موجب، يقدر يعطيك سالب. دونك شوفوا معايا هنا. دونك بالنسبه لهنا ردوا معايا البال مزيان. دونك ردوا معايا البال مزيان. دونك يعني انت فاش غادي تبغي تحسب واحد سولد اوردينير في الوطني راه يقدر يخرج لك عدد موجب، يقدر يخرج لك عدد سالب. يقدر يخرج لك عدد موجب، يقدر يخرج لك عدد سالب. دونك فاش كيخرج لي عدد موجب يعني ان الدوله راه دارت شي حوايج، فاش كيخرج لي عدد سالب يعني ان الدوله دارت شي حوايج. وشنو هي لا سيتياسيون اللي مزيانه للدوله؟ هي ان يحسب لي تحسب سولد اوردينير تلقاه سالب. شي فاش كتمشي تحسب السولد اوردينير وكتلقاه سالب هذيك راه هي لا سيتياسيون اللي مزيانه. علاش؟ حقاش مثلا فاش كتخص تحسب واحد السولد اوردينير كتلقى مثلا ناقص 21.2. اش كيعني هذا؟ كيعني ان داك العجز اللي عندك في الميزانيه راه هبط ب 21.2. ولكن الا حسبتي انت السولد اوردينير ولقيتي موجب راه سيتياسيون خايبه. علاش؟ حيتاش راه هذاك العجز اللي عندك في الميزانيه تزاد بهذاك الشيء اللي خرج لك. يعني لا سيتياسيون اللي مزيانه بالنسبه للدوله هي تمشي انت في الوطني تحسب السولد اوردينير تتلقاه موا بحال مثلا هذه. يعني كتحسب السولد اوردينير كتلقى مثلا ناقص 21.2. اش كتعني هذا؟ دونك شوفوا معايا، شوفوا معايا كيفاش كندير الكومونتير ديال السولد اوردينير. الا خرج لي سالب كنقول ان لو ديفيسيت بيدجيتير ا ديموني دو 21.2. يعني ان العجز اللي عندي في الميزانيه راه هبط ب 21.2. والعجز هبط يعني ان الدوله تدخلات. يعني ديمينيسيون اي دو ا لوغمونطاسيون دي زامبو اي ا لا بيس دي شارج. يعني مادام تيقول لك ان العجز ديال الدوله هبط الا ورا الدوله تدخلات، يعني راه زادت في المداخيل ونقصت في المصاريف.
علاش؟ حيتاش كل ما زادت الدولة في المداخل ونقصات من المصاريف ما غاديش يهبط لي هذاك العجز. هذاك الشيء اللي تنقولوا هنا، ردوا معايا البال مزيان. داك فاش كنحسب واحد الصوت اوردينار وكيعطيني موا، يعني ان الدولة دارت اكسون على لي غوسيت ودارت اكسون على لي ديبونز، يعني ان الدولة زادت في الضرائب وهبطات من الانفستيسمون وحبسات الدعم لصندوق المقاصه. راه قلنا الدوله فاش كتزيد في الضرائب وكتحبس الدعم لصندوق المقاصه وكتهبط من الانفستيسمون، راه اوتوماتيكمون انت فاش غادي تحسب غادي يخرج لك السولد اوردينير بالناقص. وهذا الشيء كتقول انت في الكومونتير ان لو ديفيسيت بيدجيتا اديميني دو، هذاك الشيء اللي خرج لك سد ديمينيسيون اي دي اوغمونطاسيون. وتخيل دابا انت تحسب السولد اوردينير تلقاه موجب، يعني الا حسبتي السولد اوردينير لقيتيه موجب، يعني ان هذاك العجز اللي عندك في الميزانيه تزاد، يعني ان الدوله دونك الا بغيت ندير كومونتير هنا خرج لك مثلا زائد 14 مثلا، تنقول ان لو ديفيسيت بيج ا اوغمونتي. شوف اش كيخرج لك صوت اوردينير موجب، تنقول في الكومونتير هذا غير كنبدلو، تنقول ان لو ديفيسيت بيجيتا ا اوغمونتي دو 21.2 سيت اوغمونطاسيون اي دو ا لا بيس دي زامبو اي ا لوغمونطاسيون دي شارج. يعني هنا كتقلب المعادله، يعني فاش كيخرج لي انا واحد السولد اوردينير موجب، يعني ان الدوله ما تدخلات، يعني ان الدوله مهبطه من الضرائب ولكن تتستثمر وكتزيد في لي شارج دو كومبونساسيون. يعني الا خرج لك انت واحد السولد اوردينير سالب، يعني ان الدوله زادت في الضرائب وهبطات من لي ديبونس ديالها. ولا خرج لك سولد اوردينير موجب، يعني ان الدوله مهبطه من الضرائب، يعني نقصات لينا من الضرائب ولكن كتستثمر وكتحط في صندوق المقاصه. يعني ردوا معايا البال، دونك هذا السولد اوردينير دونك فاش كنحسبوا، راه اين فوا كنحسبوا في الوطني ضروري خصني نقول كومونتير. وفاش كنبغي ندير هذا الكومونتير تنبني هذا الكومونتير هذا، راه كنبني من هذه العلاقات هذو. دونك ردوا معايا البال مزيان. دونك في هذه لابارتي نيميرو 1 في لا بوليتيك بيدجيتور، دونك شنو شفنا؟ شفنا كيفاش كيتحسب السولد اوردينير، وشفنا لي زاكسون دو لا بوليتيك بيدجيتور. دونك بالنسبه لي زاكسون دو لا بوليتيك بيدجيتور، دونك هما هادو. دونك قلنا كاينين اكسون على لي غوسيت وكاين اكسون سور لي ديبونس. يعني اكسون على لي غوسيت، مره لي زامبو طالعين مره هابطين، واكسون سور لي ديبونس يعني حتى هاد لي زانفيستيسمون لي شارج دو كومبونساسيون، راه مرات تيكونوا طالعين مرات تيكونوا هابطين. يعني انت في الوطني على حساب الدوكيمون، يعني الا لقيتي لي زامبو هابطين ولي زانفيستيسمون ولي شارج دو كومبونساسيون هابطين، عرف راه السولد اوردينير غادي يخرج لك سالب. دونك كما قلنا ردوا معايا البال، دونك هنا راه السولد اوردينير غيخرج لك سالب. يعني دونك راه اون فوا كنبغي نحسب السولد اوردينير في الوطني، راه من السولد تيكون داكشي اونشيني في الدوكيمون. دونك يعني الا حسبتي انت السولد اوردينير ولقيتي سالب، يعني تيعني ان العجز هبط، يعني ان غتلقى انت في الدوكيمون لي زامبو طالعين ولي شارج دو كومبونساسيون و لانفيستيسمون هابطين. دونك بالنسبه لهذا الفيديو اللي في لابارتي 1، دونك راه حاولت نشرح لكم كيفاش كيتحسب السولد اوردينير، وشرحت لكم كالسون لي زاكسون ايتوليزي باغ بنك المغرب بوغ ليتي او بيان بوغ ريدوير لو ديفيسيت بيدجيتا. دونك بالنسبه للفيديو الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا فيه لي فوندمون تيوريك ديال لا بوليتيك بيدجيتار، وغادي نشوفوا لي ليميت دو لا بوليتيك دو رولونس او بيان كيتسموا لي ليميت ديال لا بوليتيك دو كينز. دونك هادشي غادي نشوفوا في لا بارتي 2، يعني في الفيديو الماجي ان شاء الله اللي غيكون مورا هذا.